انتم تحبون التاريخ، لكن تاريخ المخدرات، الماريجوانا، الافيون، تاريخ الافيون لا تحبونه، تاريخ النقد والوعي والدرس والتحليل واعاده الفهم لا، محرم علينا، محرم على الامه هذه. لكن فات القطار، ما عاد الفرصه فقط للاذكياء. انا اقول لكم صدقوني، الحقيقه تجد نفسها دائما في احضان الاذكياء الايقاظ، وتذوب وتضيع وتضل بين الاغبياء البلداء الذين يتمعيشون بتعزيز مزاج البلاده واجواء الجهل والامتثاليه.